استثناء في حاجة إلى أن نتعرف على تربية أولادنا وكيف نربي أولادنا في البيوت، وبيتي أول بيت يحتاج إلى هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربينا وأن يربي أولادنا على منهجه ومنهج رسوله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السبب الرابع الانفصام بين المنهج والواقع. الانفصام بين المنهج والواقع، وده طبعا سبب خطير جدا. ليه؟ لأن الولد يعيش كما ذكرت في انفصام النكد وفي انفصال، فهو يسمع كلاما جميلا من العلماء ومن الدعاة ومن المشايخ، بل وربما من بعض القريبين منه والمقربين إليه، ثم يخرج إلى الواقع ليرى واقعا آخر مختلفا تمام الاختلاف عن هذا الواقع المثالي الذي رسم في مخيلته من خلال هذه الكلمات النظرية. ربما يسمع أستاذه في الفصل يحدثه مثلا عن الصدق، ويتكلم في حصة كاملة عن الصدق من القرآن ومن السنة، ثم يرى التلميذ أستاذه في نفس الحصة يقع في موقف من مواقف الكذب، فتختل عنده القيم. ربما يرى الطفل، أقول الطفل، فيلم من الأفلام لممثل معروف، يقوم هذا الممثل في دور البطولة بموقف أخلاقي عالي جدا، ويقدم مشهدا جميلا من مشاهد الأخلاق والقيم، بل ويقول كلمات تؤثر بالفعل في العقول والقلوب. ولو قلب هذا الطفل نفسه، ابن الخامسة أو السادسة، وأطفالنا غاية في الذكاء، على قناة أخرى لفيلم آخر لنفس البطل لنفس الممثل الذي يقوم في هذا الفيلم الآخر بدور تماما مختلف تماما عن الدور الأول، بدور شرير، بدور إجرامي، هنا تختل القيم في قلب ولدنا من حيث يدري أو لا يدري، من حيث يشعر أو لا يشعر، تختل القيم وتضطرب الموازين عنده، لأنه يسأل الوالد: أليس هذا هو الذي كان يقول كذا وكذا؟ بلى هو. ما الذي تغير؟ فتهتز عند الولد معاني الفضيلة والرذيلة، معاني الخير والشر، الحلال والحرام، الفجور والتقوى، إلى غير ذلك. فهذا منهج مختل في التربية. فالانفصام بين المنهج الذي يطرح على أولادنا وأطفالنا سواء في البيوت أو في المدارس أو في المساجد أو في الفضائيات الدينية أو التي تهتم بالجانب الديني أو الشرعي، ثم بعد ذلك يخرج ليرى واقعا مختلفا تماما، بل ربما يرى واقع بيته هو مختلفا تماما، فيشعر الولد بانفصام، بانفصام في الشخصية، بانفصام في طريقة الحياة وأسلوب الحياة. فهذا مما يحتم علينا بالفعل أن نعود إلى الصدق وإلى تحقيق القدوة. وسأتكلم عن القدوة كأول وسيلة من وسائل التربية لتحقيق منهج حدثني أبي بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة. السبب الخامس الذوبان. الذوبان في بوتقات تربوية ومنهجية وفكرية مختلفة تصطدم مع منهجنا الأصيل الرباني القرآني والنبوي في كل جوانب الحياة. في ذوبان حقيقي، في ذوبان في جانب الإعلام والتعليم والاقتصاد والتربية والأخلاق والسلوكيات والمظهر والمأكل في الطريقة، طريقة الأكل، طريقة الشرب، طريقة اللبس، طريقة الكلام، حتى طريقة سماع الأغاني والموسيقى. الولد بيضع سماعة الأذن على أذن اللي بتعرف بالهيدفون، بيضعها على أذن يسمع الموسيقى الأجنبية الصاخبة، والولد عمال يتنطط زي الشباب الغربي بالضبط كأنه متربي هناك. ليه؟ لأنه ذاب في نفس المنهج التربوي الذي تربى عليه شباب الغرب وأولاد الغرب. ذاب في ذوبان، في تشكيك في المنهج الأصيل الرباني والنبوي. خلي بالك من الخطوات دي، في تشكيك وبعدين تذويب وبعدين تغريب، علشان الكلام صعب شوية.
طب أعيد تاني، في تشكيك وبعد التشكيك يبقى فيه تذويب وبعد التذويب يبقى فيه تغريب. لا وضح يا مولانا. حاضر حاضر نوضح. تشكيك في المنهج، يقول لك القرآن إيه يا عم ده وسنة إيه، أنتوا هترجعونا 100 سنة لورا ولا 1400 سنة لورا؟ يا عم الشيخ خلاص الناس طلعت المريخ دلوقتي، ده هناك بتاع المركبة تايهة هناك في المريخ دلوقتي، بقالهم كام يوم مش عارفين يوصلوا لها، وصلوا المريخ وانتوا لسه عمالين تقولوا نرجع القرآن والسنة؟ بلاش تخلف وبلاش رجعية، عاوزين تتطوروا وتتقدموا عليكم بالغرب اللي انتصر وتقدم ووصل المريخ. يلا، فتشكيك في المنهج. فلما شك الأولاد في المنهج إلا من رحم الله جل وعلا، أصبح الأولاد مستعدون، أصبح أولادنا مستعدين للذوبان في المناهج أو البوتقات الفكرية والتربوية الغربية اللي بتعرض عليه وبتقول له إن هو ده المنهج اللي هتسعد به في الدنيا، اللي هتتقدم به، اللي هترتقي به. يبقى شك في منهجه الأصلي القرآني والرباني والنبوي، فأصبح وأضحى مستعدا للذوبان في المنهج البديل المقدم له. يبقى تشكيك وبعدين تذويب، ذاب خلاص ذاب. بص كده أو انظر، معلش انظر إلى قصة شعر الولد، انظر إلى البنطلون اللي لابسه، انظر إلى طريقة تفكير الولد، انظر إلى طريقة سماعه للأغاني الأجنبية والموسيقى الصاخبة، انظر حتى هو في السيارة، ماشي في السيارة في طريق عام، إزاي بيسمع الموسيقى الأجنبية الصاخبة بصوت مرتفع جدا وكأنه لا يمت إلى قيم هذا الدين ولا إلى قيم هذا المجتمع المسلم بأدنى صلة. يبقى فيه ذوبان، فيه ذوبان. وخلي بالك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حذر من هذا الذوبان. إيه يا شيخ محمد الكلام ده؟ معقول النبي قال في القصة دي مال ايه؟ تكلم في القضية دي؟ قال ايه؟ والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الحبيب: يا الله بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ذوبان ذوبان ذوبان. النبي حذر منه عليه الصلاة والسلام. خلاص الولد ذاب، ذاب في هذه البوتقات المقدمة، وده واقع طبعا، أنا ما بتكلمش عن ده، أنا بتكلم عن واقع أولادنا الآن في البيوت والمدارس والشوارع ووسائل المواصلات والسيارات والطرقات والبلاجات، بتكلم عن واقع الآن لأن دي قضية، ما أنا عندي أولاد، أسأل الله أن يحفظ أولادنا جميعا، بتكلم عن واقع الآن. عشان كده أنا هطويل النفس بقدر ما أستطيع في قضية